مساء الخير. هذه الليلة الأمطار ستطال منطقة الشرق، وفي الصباح من المنتظر تساقط قطرات متفرقة على منطقة الشرق، على شرق السايس وعلى شمال الأطلس المتوسط. من المرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للمناطق الجنوبية، ومن المنتظر تكون صقيع الجريحة بالمرتفعات، ثم من المحتمل هبوب الرياح على الأطلس على جنوب منطقة الشرق على السواحل الوسطى وعلى الشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية. خلال النصف الثاني ليوم غد ستمطر على شكل قطرات متفرقة بمنطقة الشرق، فيما ستغطي غيوم كثيفة والتي قد تنتج عنها أمطار ضعيفة شمال الأطلس المتوسط وشرق السايس. الحرارة ستنخفض بكل ربوع المملكة، والرياح ستتواصل بالأطلس بالسواحل الوسطى بجنوب منطقة الشرق وبشمال الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 3 درجات بمدينة إفران سود بوجدة، 10 درجات بتطوان، 11 بطنجة. المقاييس القصوى ستصل إلى 20 درجة بتطوان، 17 بفاس، 18 بمكناس، 23 بمراكش، 22 درجة بمدينة أكادير، 20 بالصويرة، و 28 درجة بالسمارة. الأجواء الباردة أبرز ما تتميز به الحالة الجوية لليومين المقبلين. يوم الخميس الطقس بارد بالمرتفعات وبالمناطق المجاورة لها، الشيء الذي سيرافقنا يوم الجمعة بمشيئة الله بنفس المناطق. معدل الحرارة العالمي ارتفع الجمعة بأكثر من درجتين مئويتين في سابقة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أكثر من الحد الأعلى الذي حدده ليوم واحد اتفاق باريس وفق ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. اتفاق باريس الذي تم توقيعه في عام 2015 في ختام مؤتمر الأطراف كوب 21 يروم إبقاء الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين. العلماء يحددون من أن تؤدي درجات الحرارة القياسية هذه إلى سلسلة جفاف تنتج عنها مجاعات وحرائق مدمرة أو أعاصير شديدة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الجوية. فرجة ممتعة على القناة الثانية.